وللحديث أكثر حول موضوع التعديلات معنا عضو مجلس الشورى السيد درويش المناعي. مساء الخير سيد درويش، وهل لك أن تسلط الضوء أكثر على إقرار المجلس لتعديلات قانون الغرفة، خاصة فيما يتعلق بتعديل آلية التصويت خلال اجتماعات الجمعية العمومية؟ حاضر. أولا أحيي مشاهدي تلفزيون البحرين وأبارك للجميع بالعشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل. مجلس الشورى وافق بأغلبية أعضاه على التعديل الذي أجراه مجلس النواب لمشروع قانون غرفة، حيث يؤكد مشروع القانون على استقلال المالي والإداري للغرفة. أهم التعديلات التي أجريت على القانون النافذ نظام التصويت في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أن التعديل الجديد يستهدف تحقيق مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات، ورأى المجلس أهمية احتساب عدد الأصوات التي يمثلها كل عضو في الغرفة وفقا لعدة معايير يجب مراعاتها، ومن ذلك حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل المضيم، كما أشار إلى أهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة. منح نظام التصويت الجديد 256 صوتا لكل شركة أو سجل تجاري برأس مال يبلغ 5 ملايين دينار فأكثر، في حين أن النظام الانتخابي الحالي يعطي 6 أصوات فقط لكل شركة رأس مالها يتراوح ما بين مليون و5 ملايين دينار. كذلك بالنسبة للإصلاحات، وزير التجارة والصناعة والسياحة أعطى مشروع القانون الجديد للوزير المعنى الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير اعتيادية في حال حاد مجلس إدارة الغرفة عن السياسة العامة للدولة. إن هذا الإضافة هامة ووجدت سيد درويش. نعم لحظة. سيد درويش هل تسمعنا؟ لا انقطع. لتؤكد على دور الدولة في توجيه سياسات الغرفة لا سيما تلك التي قد تؤثر على النشاط التجاري والاقتصادي أو تضر بمصلحة العامة. كذلك نظم سبل التعاون مع تصرفات والتجاوزات في اجتماعات الغرفة ما قد تؤثر بالسلب على دور الغرفة أو يعطل عملها، حيث يسمح بحرمان الممثل القانوني المخالف من حضور جمعيات تعاونية الجمعية مع توفير الضمانات القانونية اللازمة من حق التظلم من قرار الحرمان، مع حق تعيين ممثل قانوني بديل. كما منح التشريع الجديد مجلس الوزراء صلاحية تعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وإن هذا الإجراء مهم ويسد الفراغ التشريعي في هذا الصدد ويضمن استمرارية عمل الغرفة وتسيير أمور التجارة في الغرفة ما بين. نعم السيد درويش المناعي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.